طلبتنا الأعزاء، نتطرق في هذه المحاضرة إلى أحد أنواع السدود المهمة، وهي السدود القوسية اللي هي الأرك دانس. ناخذ فد introduction بسيطة عليها. The arc dam is concrete dam like a gravity dam. إذا هو السد القوسي هو سد كونكريتي كما هو الحال في السد الثقالي اللي أخذناه الكونكريت جراف. فإذا هو نوع من أنواع الجرافيتي دام اللي هو الارك دام. الارك دام طبعا is a dam curved in a plane which carries a major part of the water load horizontally to the abutments by arc action. إذا هو من اسمه الارك دام هو سد منحني بالمستوي، يعني بالمستوي مالته بانحناء، والذي يحمل هنا which carries الذي يحمل major part of the water load اللي يتحمل الجزء الكبير من حمل الماء افقيا horizontally to the abutment الى الاكتاف by arc action بتاثير الاكتاف. يعني لو نشوف في اي صوره معينه هذا هو اللي سد كونكريتي قوسي. نلاحظ انه هذا هو شكل مقوس. اذا الحمل الاكثر اللي يتحمله هذا السد من الماء اللي موجود الووتر لود هو اللي حيروح من الى الاكتاف بتاثير الابتمنت بتاثير الارك اكشن بتاثير التقوس. فاذا التقوس الى كلش تاثير في نقل الاحمال الى الاكتاف اكثر مما هو ينتقل الى الاساس، يعني جزء اخر ممكن ان ينتقل الى الاساس. طيب هذا الميزه اللي هي بالارك دام. The remainder of the water loss is transferred to the foundation. المتبقي من الحمل من حمل الماء او من تاثير هذا ينتقل الى الاساس by cantilever action بتاثير الكانتليفر، نعرف الكانتليفر as in the case of a gravity dam كما هو الحال في الجرافيتي دام. يعني هسه لو نريد نقارن ما بين الجرافيتي دام والارك دام، الجرافيتي دام اللي اخذناه هو انه كل تاثير حمل الماء ينتقل الى الاساس، بينما في الارك دام لا، جزء من عنده ينتقل الى الاكتاف بتاثير بواسطه الارك اكشن هذا اللي قلناه، والجزء المتبقي ينتقل عن طريق الكانتليفر اكشن. The arc action depends primarily on the amount of the curvature of the dam and on the shape of the valley. اذا التاثير الارك اكشن على من يعتمد؟ يعتمد بشكل اساسي على مقدار التقوس السد، وعلى من؟ على شكل الفالي. الفالي يقصد بها شكل الوادي اللي يجلس عليه الدام. The rock abutments should be strong enough to resist the thrust developed by arc action. اذا معناته الروك ابوتمنت اللي هي اكتاف الصخريه يجب ان تكون قويه بشكل كبير، يعني الاكتاف تكون من الصخور لكي تتحمل تاثير الارك اكشن. يعني لو نرجع الى الصوره السابقه نشوف الاكتاف اللي موجوده للسد هو تكون صخريه على مود تتحمل الارك اكشن ونقل الاحمال بهذه الطريقه بطريقه تاثير الارك اكشن. For the construction of an arc dam, a V-shaped valley with strong abutment is ideal. اذا معناته احنا لما نريد ننشئ السد القوسي انه لازم يكون عندي V-shaped. V-shaped valley يعني وادي على شكل حرف V، يعني يكون جدا يعني مدبب من الحافه. Strong enough، فهذا يعتبر حاله يعني هي بحقيقه ideal. Early arc dams اللي السدود القوسيه ذات المنشاه المبكره يعني القديمه نقول were constructed only in V shape فقط valley في الوديان اللي تكون على V shape having a grist length and the height ratio called all over H ratio ف less than about 1.5. اذا معناته السدود القوسيه المنشاه في يعني العصور القديمه اللي نشات على وديان ذات شكل V shape بنسبة طول إلى عرض الجريست، يعني جريست لينث أو إلى الهايت ريشيو أل أوفر إيش تقريبا 1 إلى 1.5. However later arc dam have been constructed in valleys even with the all over H ratio from 2 to 3. يعني معناته شكل الوادي هنا هو اللي يحدد لنا أو يعني اللي يحدد لنا إنشاء السد.
فكانت يعني قبل انه نسبه الطول الى العروض في الوديان يجب ان تكون 1.5، بعدين تطورت امكانيه الانشاء، يعني تطورت قابليه وتطور طريقه انشاء السلول فاصبحت من 2 إلى 3 according to the current practice. The L over H ratio of 4-6. الآن يعني في الوقت الحاضر يعني ممكن أصبحت من 4-6 is also considered practicable. أصبح أيضا عمليا النشأ هذا النوع. It has now been established that even U shape. بعدين تحول علما إلى U shape. ممكن انه باليو شيب فالي انه الوديان تكون على يو شيب انه نشر بعد ان تطورت وسائل الانشاء والامكانيات are fairly suitable for arc dams. And thus the range of sites where arc dam can be built has considerably increased. فلذلك أصبحت هناك توسع في إنشاء الارك دام بعد أن تطورت وسائل الإمكانية. Several arc dams had been constructed in various countries. يعني عدة أقطار ودول أنه أنشئت فيها الارك دامز. مثلا في الهند بالإندية only one arc dams اللي هو the Adaki dams has been constructed so far on the river على هذا النهر اللي هو بريار إن كيريا، إضافة إلى أن أكو في الولايات المتحدة، في أستراليا، في كثير من الدول. الآن نتطرق إلى الـ types of arc dams، أنواع. يعني هذا المفهوم العام له. The arc dams may be classified into the following types. شنو الأنواع مالتها؟ عندنا single curvature arc dams اللي هو التقوس الأحادي لسلول قوسية. Double curvature اللي هو تقوس المزدوج والثنائي، والarc gravity dams. واللي هو المشترك يعني الارك جرافيتي بين النوع الاول والثاني. A single curvature arc dam is curved only in plane. يكون هذا النوع من الاحادي التقوس هو يكون التقوس فقط بمستوى واحد. Only in plane because it has a curvature only in the horizontal. بالمستوى الافقي plane فقط. يعني بالمستوى العمودي ما عندي تقوس، يكون عندي تقوس فقط بالمستوى الافقي. A double curvature arc dam is curved both in the plane and elevation. لكن اللي بنلاحظه double curvature arc dam النوع التقوس المزدوج يكون التقوس باتجاهين المستوي وبالمستوى as it has curvature in both plane. A double curvature arc dam is curved both in the plane as it has curvature in both the horizontal and vertical plane. يعني التقوس يكون باتجاهين العمودي والأفقي. A double curvature arc dam is also called يسموه كوبلا arc dam. An arc gravity dam is a thick. يكون الجرافيتي الارك جرافيتي دام النوع الثالث يكون thick يعني arc dam يكون سميك. Which behaves structurally partly as a gravity dam. جزء من عنده انه انشائيا يتصرف كانه gravity dam. And partly وجزء من عنده as an arc dam. اذا لو شوف السنجل كيرفيتشر هذا هو الشكل للسنجل كيرفيتشر. لاحظ انه التقوس يكون فقط بمستوى واحد اللي هو الهوريزونتال. الفيرتيكال ما بيتقوس، يعني لاحظ هنا شلون يكون انه ما بيتقوس. لو نشوف مثلا بعد صور هذا هذا اللي هنا هذا مثلا نشوف هنا اكو ممكن ان يكون بابع تقوس ايضا يكون بالمستوى الاليفيشن ويكون التقوس وين بالمستوى الافقي، يعني هذا يسموه اللي هو دبل كيرفيتشر. لاحظ هذا يكون دبل كيرفيتشر، هذا هو الاكسس، هذا هو الهايت مال الدام، هذا الابسترين فيس اللي يخزن، هذا الكريست، هذا البيس وث عرض القاعده، هذا ايضا التوب نفس الشيء داون سترين فيس. لو نشوف من الاعلى هذا هو السنترال انجل اللي يصير بها التقوس، هاي الابتمنت اللي هي الاكتاف. هذا سيدا نشوفه من التوب فيو من الاعلى. فالتقوس يكون وين اللي هو بالهوريزونتال وايضا يكون بالفيرتيكال. لو نشوفه التقوس هذا يكون دم، هذا فاريبل راديوس ارك، هذا تقوس متغير، هذا نوع من انواع السنجل. يكون التقوس هنا يكون متغير، لاحظ هنا يعني يكون سنتر. شوف في كل مكان يكون بي سنتر، لاحظ مو سنتر واحد، هذا يجود. هذا هو طبعا هوفر دام معروف، هذا هو النوع اللي هو يسموه ارك جرافيتي، هذا اللي يكون مشترك، هذا هوفر دام بالولايات المتحده الامريكيه. هذا كونستنت راديوس ارك دام، لاحظ هذا اللي حيكون ثابت. شوف هسه هنا الفرق بين الفاريبل والكونستنت، لاحظ هنا سنتر واحد ويكون عندي التقوس بمستوى البلين.
هذا اللي بنشوفه ايضا شلون نسوي مش باي برنامج ممكن انه يعطي شلون نقدر نسوي مش للسد وشلون يوضح لنا التقوس مالته ب 3 دايمنشن. فاذا هذا يعني تقريبا فكره عن انه شلون يحصل عندي تقوس. فاذا هسه لو ناخذ النوع الاول اللي هو سنجل كيرفيتشر ارك دام، ذا سنجل كيرفيتشر ارك دامز ار اوف ذا فالوينج 3 تايبس. اذا الانواع مالته هو كونستنت راديوس ارك دام وفاريبل راديوس ارك دام وكونستنت انجل ارك دامز. فهسه لما نريد ناخذ الكونستنت راديوس ارك دام، A constant radius dam is a dam in which the radius of some prominent features such as the upstream face or extrudes يسمون يعني المظهر الخارجي is constant at all elevation from the top of the dam to its base. يعني من الأعلى للأسفل يكون ثابت. هذا مثل ما نشوفه انه بالإليفيشن يكون شنو يكون التقوس مالتنا ثابت. However, the radius of the downstream face or introds gradually decreases as the depth below decreases. اللي هو التوب يعني احنا هو يزيد عندي بالانترود يعني بس الراديوس يكون واحد. لاحظ هنا يكون عندي نصف قطر واحد. هذا هو بالنسبه للكونستنت راديوس ارك دام. وشوفتكم ياب انتروز كيرفز ار يوجوالي كونستراكت وذ اكستروز كيرفيتشر. Thus the thickness of the arc dams increases with the depth below the crest. باو شلون يزيد الثيكنس مع الاليفيشن الدف. And consequently there is an increased thickness at the lower elevation where large water pressure. يعني احنا هنا لانه اقصى قيمه للمي فيزيد الثيكنس، بس الكيرفيتشر بالكونستنت راديوس يكون عندي الانحناء يكون ثابت. بالنسبه الى الفاريبل لا هنا الموضوع حيختلف. الفاريبل راديوس ارك دام ان الفاريبل راديوس ارك دام ذا رادي اوف ذا اكسترود اند انتروز كيرفيتشر فاري ات ديفرنت اليفيشن. شوف هنا راح يصير عندي تغير محطوط هذا شكل 3-2. هذا هو variable. باوع شلون راح يكون عندي كم سنتر هنا راح يكون عندي سنتر هنا راح يكون سنتر فيكون عندي تغير مع العمق. The radii are maximum at the top of the dam. اعلى شيء يكون في قمه السد and minimum at the base في القاع. Moreover the central angle of the arc at various elevation also varies. ايضا تتغير هنا السنتر. It is usually in the range of 80 to 150. هذا السنتر angle. As far as possible, من الممكن, the central angle of the arc dam is so adjusted that a large arc action is developed even for arc rings at lower elevation. Moreover, the radii of the arc rings at various elevation are also so adjusted that overhangs are avoided or minimized. يعني نقلل هذه اللي هو الزاوية معنا. Thus, هنا اللي حيكون the variable radius arc dam are suitable for U shape. إذا من ملائم للU shape vary as well as V shape يناتي. Because by adjusting the radii من نسوي معايرة للradii and the central angle وزاوية a fairly large arc action may develop even for arc rings at lower elevation. لا ممكن يكون عندي ال variable radius arc dam is generally more economical than constant. شوف يكون أكثر اقتصاديا. Down because the amount of concrete required is about 32% of that inlet. However, it is less economical than the constant angle arc dam because it requires about 17% more concrete than. يعني اكو مقارنه هنا ما بين هذه النوعين. عندنا النوع الثالث اللي هو ال constant angle arc dam. هذا a constant angle dam is a special type of variable rod. هذا نوع من الارك دام. In which the central angle of the arc ring at various elevation is constant, but the radii do vary. لاحظ شلون يكون الراديوس يتغير بس شنو ال central angle تكون ثابتة. كمان موضح بهذا الشكل. هذا بالنسبة إلى نتكلم عندنا double curvature arc dam وعندنا ال gravity دامز. هذني ايضا اللي اخذناه هذا مثل الهوفر دام. هذا يعمل عمل السدود
الثقاليه يعني المزدوجه. والدبل دبل كيرفيتشر ار دام اور كوبلا دام هاز ا كيرفيتشر ان هوريزونتال از ويل از فيرتيكال. اثنينات الفيجر 3 لاحظ التقوس وين يكون؟ بالهوريزونتال وبالفيرتيكال. وشوفناها بالصور يسموه شيل. ذيس دام ار اولسو كول شيل ارك دام. هنا أنا اكو مثال عندنا يعني بهذا النوع. وايضا عندنا بالنسبه الى اللي هو الجرافيتي دام ايضا شرحت تكلمنا عنه.